زي ما انتم شايفين كده المنظر ورانا منظر جديد، منظر مختلف، لاننا فعلا في مكان جديد ومكان مختلف. النهارده في مدينه مونتريال اللي هي موجوده في مقاطعه كيبك. المقاطعه ديت هي المقاطعه الوحيده الفرنسيه هنا في كندا. فاحنا النهارده هنعمل كده ستايل فلوج وستوري تيلينج، نحكي لكم هي ليه فرنسيه، القصه دي كلها جت منين، ومعانا برضو واحد صاحبنا. في نفس الوقت برضه نسيت اقول لكم في حاجه عايز اشرحها لكم، هو ايه البليت نمبر بتاع اللي هنا ده، هو ليه محطوط هنا مش محطوط قدام، هتفهموه مع القصه بتاع اللي هنحكيها عن كيبك. يلا بينا. هلا والله. هلا هلا. معانا حمو يا جماعه. احنا بنقول له حمو في الشله عندنا، بس هو اسمه احمد شعبان، يعني عشان بس الموضوع يبقى واضح. جيب اهو. جيب اهو. يلا بينا. انا فاهم كنت عايز اجيب اهو، بس قلت هستنى جوني. جبت القهوه بتاعتك يا جوني. يس. كافيه. تشيرز. طيب احنا دلوقتي وصلنا مكان اسمه مونتريال. المكان ده بتعتبر اعلى قمه هنا في مونتريال، بتبص على الداون تاون كلها كده، فيوهات حلوه هتتبسطوا بيها. بس في نفس الوقت كندا يا جماعه تاني اكبر بلد في العالم وفيها 13 مقاطعه. المقاطعه ديت عامله زي المحافظه كده عندنا في مصر، او الستيت او الولايه اللي موجوده في امريكا. فاحنا هنروح هناك كده، وبعد كده نشرح لكم بقى هي ليه فرنسيه وليه اسمها كيبيك، وايه اللي حصل هنا في الدنيا هنا، عشان اللغة الوحيدة هنا في كندا مش بس الانجليزي، الناس برضو بتتكلم فرنسية في نفس الوقت. فيلا بينا نطلع فوق. واو، شايفين الزحمة عاملة ازاي؟ احنا كده حتى جايين الساعة 10 الصبح. شايفين بقى المكان ده كله كده، كل دي تبقى داون تاون مونتريال، كلها 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 داون تاون مونتريال. الفيو من هنا جامد. قبل بقى ما كندا تتأسس تبقى دولة، الفرنسيين جم احتلوها هنا زمان، وكانوا بيجوا هنا هو عشان خاطر يعملوا فير تريدنج، او خاطر يعملوا بيه طواقي للفرنسيين اللي بيلبسوها زمان. وبعد كده بعدها بشويه جم البريطانيين وابتدوا يجوا باعداد كبيره جدا ويقعدوا هنا جوه كندا. طبعا الفرنسيين اتضايقوا جدا من الموضوع ده، الفرنسيين حبوا ان هم يكتروا من البوبوليشن بتاعهم. عملوا ايه؟ صدقني انت مش هتفهم الموضوع ده، الموضوع ده غريب جدا. تمام، جابوا سفينه من فرنسا فيها 800 ست عشان خاطر يجوزوهم الفرنساويين هنا اللي عايشين في كندا. وده السبب ان كل الناس اللي كانت بتيجي هنا زمان كانت معظمهم ناس كانوا جاي تاجر او جايين يحتلوا اماكن، فكانوا بيجوا رجاله بس لوحدهم. الفرنساويين نجحوا ان هم يكتروا البوبوليشن بتاعهم، والبوبوليشن اكشلي تضاعف، وده كان تقريبا اكبر تضاعف في البوبوليشن حصل في كندا في الفتره ديت. فعلا الفرنساويين كبروا جدا، وفي الاخر دخلوا في حرب مع الانجليز. وبصراحه يعني الفرنساويين طبعا اخذوا فوق نفخهم. كل مقاطعة هنا في كندا ليها العلم بتاعها اللي بيميزها، وده العلم بتاع كيبك. الناس كلها على فكرة بتبص علينا بالكاميرات، الموضوع بقى عجيب جدا يعني. الحاجة دي بصت علينا كده وقعدت تضحك. الفكرة يا جماعة ان مونتريال فعلا فيها كمية عرب كتير قوي، فأي حاجة بنقولها هتلاقي الناس بتبص علينا عادي. ياه، بيبقوا عارفين احنا بنقول ايه، لكن الأجانب لما قاعدين بنتكلم ما بيهتموش قوي، ما بيركزوش. تمام، بعد ما الفرنساويين اخدوا فوق نفخهم والبريطانيين حكموا عليهم، فالبريطانيين دلوقتي بمعنى يقولوا لهم ان انتوا لازم تتكلموا انجليزي، بقوا مغصبين عليهم اللغه الانجليزيه بالعافيه. طبعا الموضوع ده ما عجبش الفرنساويين خالص، وقعدوا يتخانقوا عليه سنين وسنين. فبالتالي الموضوع ده عمل لهم ازمه كبيره جدا ومشكله كبيره جدا في حياتهم. حاجه تانية بقى من الحاجات اللي هم هنا برضو متاثرين بيها بسبب الموضوع، الحرب اللي حصلت زمان واللي حصل لهم من موضوع الانجليز زمان ده، ان هم هنا حتى في اليوفط والحاجات اللي بتخدم الناس عامه في الشارع او في المطاعم او في المحلات، كل حاجه بتبقى مكتوبه بالفرنساوي بس. زي مثلا بصوا كده، اليوفطه دي مكتوبه كلها بالفرنساوي من اولها لحد اخرها، مفيش اي حاجه خالص مكتوبه بالانجليزي ان هي تخدم الناس اللي هم بيتكلموا انجليزي او اي حاجه من الكلام ده. زي مثلا فاكرين اخر مره وريتك في السوبر ماركت اللي كان بيقفل بدري والكلام من ده، بيكتبوا بالانجليزي والفرنساوي، لكن هنا في كيباك ما بيعملوش الحوار ده خالص، كل حاجه مكتوبه بالفرنساوي فقط لا غير. ولهذا السبب طلع قانون اسمه بيل 101. بيل 101 دوت بيقولوا فيها انه اللغه الرئيسيه بتاعت مقاطعه كيباك هي الفرنساوي، وبالتالي اي حد لازم يشتغل هنا في كيباك او يعمل اي حاجه
لازم يكون بيكلم فرنساوي، يعني الناس اللي عايشه في كيبيك تستحق انها تخدم بالفرنساوي فقط لا غير. ايه يا يوسف الكسره دي؟ وايه ده؟ والله في راكون قرر ان هو هيقلي حياته على عربيتي انا، فدخل هنا حاولت اتفاداه، مدخل هنا في الاخر في النص. الله يرحمه بقى كان طيب يعني. يا جماعه احنا دلوقتي لسه واصلين البارك، اسمها بارك جاكو لو سي 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 بي، محدش عارف اسمها ايه، بس البارك ديت موجود عند مطار مونتريال هنا. حتى لو تبصوا هناك هتلاقوا في مقر اير كندا، دي شركه طيران هنا، اكبر شركه طيران في كندا عامه، حاجه زي اميريتس بقى ومصر الطيران والحاجات ديت. هنا المقر بتاعهم وهنا مطار مونتريال الدولي، وموجود هنا بقى في النص الران واي بتاعها. فعلى طول بقى ممكن تيجي هنا تقعد في البارك تتفرج بقى على الطيارات بتقلع وبتهبط وبتعمل كل الحركات ديت. شايفين يا جماعه الراجل ده واخد الموضوع باحترافيه عاليه جدا. حاليا هبدا واقفين كده مستنيين لحد ما نلاقي بقى طياره بتعمل تيك اوف بجد بقى مريال. في الفرنسيين لحد دلوقتي هنا في مقاطعة كيبيك لسه شايلين قوي الموضوع ده، وبالتالي لما تيجي هنا هتلاقي كل لوح العربيات مكتوب عليها حاجه اسمها جيمي سوفان. جيمي سوفان دي معناها بالانجليزي ان هو اي ريممبر، انا متذكر اللي حصل من مئات السنين في الحرب اللي حصلت من البريطانيين. وبالتالي بتلاقي الناس هنا ما بتحبش تتكلم انجليزي خالص، وفي منهم اساسا مش مقتنعين بموضوع الانجليزي ده اساسا تماما. وبالتالي دي عملت مشاكل كتير جدا في البلد هنا، لانهم واخدين الموضوع ده على قلبهم قوي، بقوا بيحاولوا ان هم باي طريقه يبقوا عكس السيستم باي شكل من الاشكال. يعني مثلا شوفوا مثلا لوحه عربيتي هنا موجوده هنا قدام، بس لو تبصوا لوحه عربيتي اساسا اونتاريو، مقاطعة تانية هنا في كندا، لان انا اشتريت عربيتي هنا من كيبيك، والعربية هنا في كيبيك ما بتحطش فيها غير بليت واحد بس اللي هو من الناحية اللي ورا. فلما جيت حولت المقاطعة بتاعتي وجيت مقاطعة اونتاريو بقى عندي بليتين، وكندا كلها عامة اصلا ماشية بنظام البليتين ده. فبالتالي لما انا اشتري عربيتي من كيبيك واروح اعيش اي مقاطعة تانية، عربيتي ما فيهاش الماونت اللي موجود هنا، وكل ده بسبب العقد النفسيه اللي موجوده عند الناس هنا في كيبيك. الواحد مش عارف يعلق البليت بتاعه يا جماعه، مشكله فعلا، مشكله كبيره جدا. الحمد لله يا جماعه احنا نحب نعتذر ان فعلا مفيش ولا طياره طارت، تقريبا الكورونا مش اخرمه الدنيا في المطار هنا. ف هبقى لكم بقى شويه فوتج من حته تانية بقى. تحب تقول ايه للفانز؟ الفانز بيسالوا عنك عادي. انا عندي فانز في كل حته في العالم. الفانز انا اهم حاجه عندي الفانز، انا من غير الفانز ما اسويش حاجه. طيب هو دلوقتي مش عايز يقول هو اكل ايه، بس انا ضربت بيتزا بكمبري، كمبري الواحد كان ب $4. مهم جدا. وانت اكلت ايه يا عم؟ بص يا جماعه لون السما شكله عامل ازاي؟ لون بنكاوي. لون السما بنكاوي يا جماعه. واو اوبا، من هنا نحب نختم الفلوج الجميل العظيم ده ونقول لكم يا رب يا جدعان يكون الفلوج عجبكم، وما تنسوش لايك شير وسبسكرايب. يس سلام سلام.